ذكر الإمام البخاري بداية معلقا عن عثمان، معلقا عن عثمان رضي الله عنه في قصة بئر روما، قصة بئر روما. من يلخص لي قصة بئر روما؟ الرواية طويلة طبعا، لكن من يلخص لي الرواية قصة بئر روما؟ تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: من يشتري روما وله الجنة؟ فإذا بعثمان يقول: أنا أشتري روما. فإذا قبل هيك شو الوضع كان؟ فروما كان يمتلكها شخص يهودي، فذهب عثمان إلى ذلك اليهودي فقال له: أريد أن أشاركك في البئر أو أشتري منك البئر. فقال: نعم، أسمح لك أن تشاركني في البئر. ورفع عليه السعر حتى يعني يحتال عليه وينصب عليه، لكن عثمان بن عفان عقله عقل تجاري ورجل يعني فهمان، فإذا به يشاركه في البئر. فكان من الشروط أن يكون له يوم مسموح له أن يمتلك البئر ويفعل به ما يشاء، ويوم لليهودي ويوم لعثمان. فإذا بيوم عثمان يجعله وقفا للمسلمين، ويوم اليهودي لم يصبح أحد يذهب عنده، فاليهودي ندم على مشاركته وأرجع إليه الأموال لا باع القسمة الثاني. نعم، على كل حال المعنى الإجمالي صحيح. عمالكم عليه يا جماعة. نعم، عندما نزل المسلمون المدينة بحثوا عن ماء عذبا، ما في ماء بس مش عذب، فيريدون أن يشربوا ماء عذبا، فكان هذا الماء العذب عند هذا اليهودي، وبالتالي رفع عليهم السعر وأغلق البئر، والمسلمون بحاجة إلى الماء، يعني كل شيء إلا إيش؟ الماء. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري روما فقط؟ لا، من يشتري روما وتكون روما وقف على المسلمين ويكون دلوه كدلو غيره. ايش يعني دلو كدلو غيره؟ يعني اللي بيعرف يرفع ايده عشان نظبط، كل واحد بيحكي من جهه. يلا انا ابو حسام، كلامك صحيح. اي لك حق في هذا الماء الذي اشترى البئر كحق اي مسلم موجود لم يساهم بدينار. من يفعل ذلك وله الجنه. فتصدى لذلك عثمان. لكن هنا إخواني في الله، كثير من الناس عنده تسرع. عثمان رضي الله عنه يملك المال وتاجر وعنده عقل تجاري كما قال هنا عبد الرحمن، فبالتالي لو جاءه وقال له: أريد أن أشتري منك البئر هكذا، فسوف يرفع السعر وأضعاف مضاعفة، استغلال يهودي، شو بده يطلع منه. فعندها قال له عثمان: أتشاركني؟ هل أشاركك بنصف البئر؟ فقال: أقبل، لكن رفع السعر. لكن قد ما ترفع أنت رافع إيه؟ النص. رفعت النصف فقط. فبعض الناس، بعض الشباب يكون متحمسا: يلا يا شيخ سوي هيك سوي هيك. لا، طول بالك، تحتاج الأمر إلى تروي، مش لابد من التروي حتى نتقن الأمر. شو نسوي هيك نقيم هيك؟ لا 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 لا، طول بالك، في تمهل في تروي. وهذا الفرق بين حماس الشباب وركازة اللي تجاوز الأربعين. بس بنلاقي بعض الناس تجاوز الأربعين عقله زي عقل اللي عمره 15 سنة. طيب مش هون النقطة اللي بدنا نرجع لها؟ فعندما قبل هذا اليهودي فقال عثمان: هذا البئر أيها المسلمون،
تزودوا ليومين، فأصبح يأخذ الماء عن إيه؟ عن يومين. اليوم التالي ما في حدا جاي إيش يشتري من هذا اليهودي، فانطلت الحيلة على اليهودي، واكتشف أنه قد وقع في الفخ، لكن هذا فخ شرعي ولا يوجد انتقاص، لأنه أصلا تنه دفع النص، دفع حق مرين، فبدل ما يدفع حق 5 آبار و6 آبار، فبالتالي وصل إلى هذه المرحلة، فقال له أريد أن أبيع نصف التالي، فقال لكن ليس كما اشترينا النصف الأول، فقال له قد ما دفعت شيل. طبعا هذا التعبير إيش العامي. وهكذا حصل مع عثمان، وجعل الماء وقفا على المسلمين، وأصبح حقه من البئر كدلو أي واحد من المسلمين. هان الإخلاص. جاي عثمان يعبي ماء، صف على الدور لو سمحت، شرى البير. اتصور الآن أنت في هذا الزمان، شخص شرى بئرا وأصبح الناس يشربون، وعندما جاء والكل يعرف أنه الذي اشترى البئر، شو بدهم يسووا له؟ معقول يقولوا له صف على الدور؟ هكذا حصل مع عثمان. صف على الدور، بما يجي دورك بتأخذ الدلو، ما في مشكلة، لأنه أنا دفعت لوجه الله، وجه الله. والمفاجأة أن مال عثمان زاد. أنفق أنفق عليك. هذا كلام لا يمكن أن تفهمه إلا أن تكون عندك يقين. كيف بتدفع؟ يعني تنو أبو بكر دفع ماله كاملا. أنت إذا ما عندك يقين لن تفهم فعل أبي بكر. فعمر اليوم أغلب أبا بكر، أغلب أبا بكر، فتصدق بنصف ماله، فعندما جاء وجد أبا بكر قد تصدق بجميع ماله. إذا أنت ما عندك يقين راح تقول هذا ضيع، وين ضيع أولادي، رجعنا لأولادي. وحتى عمر كثير على إيش النص، لكن لا، أبو بكر عنده يقين. فالقاعدة عند التاجر كالآتي، حتى لو راح مالي كامل ما بيأس، بيبدأ من جديد، بيعتبر حاله بدأ من الصفر. فأبو بكر قال لك بدي أتبرع في كل مالي واعتبر حالي تاجر جديد، واعتبر نفسي تاجرا جديدا. هكذا. وهنا عثمان سأدفع، من يشتري روما وله الجنة، ما بدي ولا قرش، لكن ما بدي اللي أمامي شو ماله يأخذ المال الكثير. لذا بعض القائمين على المساجد لا يتقون الله في مال الصدقات، فمثلا يذهب ليشتري مكيف كم 1000 في مجال 1000، خلص اشتري. شو انت مستمع، بدك تسأل 20 واحد الاسعار وتفاصل وكذا، لانه هو مش ماله. شو مالك؟ قال لك 1000 عادي، بعدين يقول لك بعدين يصير يحلف لك ايمان اني ما حطيت دينار وين في جيبتي. انت ما حطيت دينار في جيبتك، لكنك مش اهل، مش اهل انك تسلم المكيفات، مش اهل انك ترتب الحمامات، مش اهل انك تدهن المسجد، لست اهلا. على كل حال جماعة بدناش، خلينا الان في عثمان رضي الله عنه وماذا